بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نحن أخوانكم المجاهدين المرابطين على جبهتي الفوعة وكفريا، نقوم الآن بعملية صفقة تبديل بيننا وبين أهالي الفوعة الرافضة، بتبديل 6900 من الروافض مقابل تبديل 1500 من إخواننا المسلمين الذين قضوا طوال السنين في سجون نظام النصيرة. وطبعا إخواننا الذين سجنوا، أقصد 1500 من عام 2011 إلى عام 2018، إخواننا هؤلاء بإذن الله سيتم تخريجهم. وفي حال فسخ هذه الصفقة بيننا وبين الروافض، نحن مستعدون بكامل القوة لدك هاتان القريتان بكافة أنواع السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط والمفخخات بإذن الله عز وجل. نسترجع الغوطة وقرعة ونسترجع الشهامة بإذن الله بقوة الله. الله عز وجل، الله عز وجل، بس سيجارتك احسن ما طلعنا في سيجارتك، طفي السيجارة، طفي السيجارة يا كلاب، طفيها يا عباد الشياطين، يا من تنصرون الشياطين لا تنصرون الشياطين، بإذن الله عز وجل اليوم بيننا وبينكم قريبة بإذن الله عز وجل. من وين حضرتك؟ من حلب. اصلك معتقلين؟ اصلك معتقلين؟ حوالي 3 اشهر الا. شو سبب اعتقالكم؟ بس سبب نزوح. تهمت انه كنت نازع. انا جاوب انت. جاوب انت يا احمد، قول ايش قد عمرك؟ اسمي محمد من حلب. اعتقلت بتهمة نازح فرع فلسطين بالشام بدمشق، انا وعائلتي. قبل عمره 3 سنوات و10 سنوات الجيش. مارسوا معنا التعذيب لاعترافنا انه نحن منتمين للجماعات الارهابيه. هذا سبب كان اعتقالي. عائلتي حققوا معه، مارسوا عليها شويه ضغوطات بالترهيب والترهيب، يعني مو انه ضرب ما ضرب، سبب انه هي حاضر. عندي طفل عمره 10 سنين، يعني اكل كم طفل انا ما اكلت عوض الورقه. كان في بالفرع عده معتقلات عائلات باكملها، بسبب انه هي رجعت من نزوح كانت بدها تعبر مثلا على ادلب او عزاز او هاد، كل ما بيشتبهوا بحدا راح يعبر هدول المناطق يمسكوه يدعوه اسرع عندهم. هو ان كان اطفال ان كان نساء شيخ عجز كله بشكل يوم. فكان اكثر من 60 أو 61 عيله، هذول مرقوا العيال كانوا مع عائلتي، يعني معتقلين بتهمه انه هن رح يقطعوا
وراح يسكنوا في مناطق الارهابيين على المسمى اللي كان يقوموا عليه. هلا بالنسبة للسوار الله يجزيهم الخير ويقدرنا على مكافاتهم نحن عشان كشباب واسلام، يقدرنا انه نحن نقيمهم ونحضرهم انه اشخاص فعلا ناس محترمة، انه قدروا انه يطالعوا هالأسرة من عند النظام السوري ارجلهم للفرق. ليش؟ لانه الموت كل يوم عم يزداد عند النظام.